لو الحكاية فيها إن فيتو أنا عشان تعلق بابا علمني اللي أنا سوق التراسيكلة، فضلت أحاول لما قالي تعلمني الكلام اللي زمان اللي كان بيقولهولي فضل اللي أثر، ولما قالت بقيت أزعل بس بحاول لما قالتش أزعل عشان أساعد بابا، لأن بابا كفيف وعشان أسوق التراسيكل وعلمني اللي أنا سوق التراسيكل عشان أجيب بضاعة وعشان أساعد الدكان وأبيع وعشان أصرف على ماما وبابا وأختي وعشان بقى عندي 10 سنين في سنة خمسة. بابا هو اللي علمني التروسيكل عشان اسوق لان هو كفيه. قولي لي بقى نفسك تطلعي ايه؟ نفسي اطلع مهندس، فضلت اتعلم واعمل لما قلت باذن الله هطلع مهندس. شاطره بقى في المدرسه ولا لا؟ شاطره. بترتبي؟ بطلع في الترتيب يا اما التاني يا اما التالت. ربنا يوفقك. حضرتك علاء رزق مسعد عمر. قولي يا استاذ علاء، انت من الناس اللي مثلا اللي يحتذى بيه كنموذج مشرف تحدى اعاقته وقدر يكون نفسه وعنده اولاده، قولي تاريخ حياتك، بدات ازاي وبتعمل ايه؟ انا تاريخ حياتي يعني بدأ وانا عندي 10 سنين، كل املي في الدنيا اللي انا تاجر. اول ما بدات من 75 قرش. 75 قرش دول انا جبتهم لبان على حلاوه على حاجات من دي عشان اللي انا تاجر وربنا يعيني عشان ما احتاجش لحد، لغايه ما بقت ال 75 قرش بيزيدوا معايا وبقت يعني 10 15 جنيه 20 جنيه كده من ده، بدات الدنيا تزيد معايا لغايه ما فتحت محل. وما فتحت محل حبيت ان انا اتجوز، بدات الناس تساعدني عشان عاوز اتجوز وربنا ساعدني والناس معايا وكل الحبايب، واتجوزت وما اتجوزت خلفت معايا شمس وشاه. حاولت ان انا اشتري تروسيكل عشان ما احتاجش لحاجه، علمت شمس التروسيكل. شمس عندها 10 سنين لحد الان، شمس دي بتسوق التروسيكل وعندها 7 سنين. عندي التروسيكل دي بقى لها 18 سنين الوقت. علمتها السواقه. لما علمتها السواقه بقى بدات تيجي معايا وعشان تيجي معايا بضاعه ولحد النهارده يعني الناس بتساعدنا معايا. ده مش انا لوحدي بس. الناس بتساعدنا وفتحنا محل. يعني حلو تعلم شمس يعني خليت حد يعلمها من الجيران، محدش رضا، قالك دي بنت اللي هتسوق. حاولت ان انا يعني على قد ما انا كفيف وكلام من ده بس حاولت امشي جنبها بقيت احسس لها على الحاجه، اقولها دي كذا يا شمس دوسي على دي او اركب وسوق. فضلت تركب وتسوق لغايه ما علمتها الحمد لله، يعني اللي انا علمت شمس وانا اللي معلمها محدش تاني عشان تجيب له بضاعه المحل ونقل بضاعه. هل الوقت يعني المحل ارتفع السعر وكده المحل ما بيجيبش، يعني مانيش عارف الوقت اصرف على البيت ولا على الاولاد وكده، يعني الحاله الوقت نايمه ما فيش حاجه. الوقت انا باخد 450 جنيه من تكافؤ، هل ال 450 جنيه هيعملوا حاجه؟